كيف نحقق التوحيد؟ هو ماك ذايز التوحيد المونوتيزم كومبليت. يعني لو جاء إليك إنسان وقال كيف أكون موحد حقا كما حقق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد؟ هو كان يكت مونوتيزم فارماك أسمعني كده فراغ ستيل اللي هي أنت كن أنطور له هو كان يكت ذايز التوحيد فرفول ماك وفار ماك. تحقق التوحيد يعني تخلص التوحيد تنقي التوحيد تصفي التوحيد دور ذايز تزيفره ترينخ تصفي من ماذا تزيفر انت رينخ فان بط من الشرك اكبر واصغر فان دخروت فورم فان بوليتيزم خروت الشرك عند كلاين فورم فان بوليتيزم ومن البدع ان فان انوفاتسيس ومن المعاصي ان فان زوندن. تحقق التوحيد بالاقتداء بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يماكت دوار دور ذا بروفيت فريد زي متهم تفولخ ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام للموحدين إبراهيم عليه السلام بس الإمام the leader from the monotheists. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفولخة من النبي صلى الله عليه وسلم. بالصحابة رضو الله عليهم. عند متخذ ما شاء الله تفريد متنزين. تقتدي وتحقق التوحيد ولا تترك التوحيد حتى ولو بقيت وحدك موحد. إن يبلفت هير عن يبلفت فول إن فول هاردة أو كبعيد أين خديت تسوي تركتيزير الأرض. لا يصدك عن التوحيد كثرة الهالكين. أن نيتس أنت فيرهاوتش أو فان ديز فان ديت تبركتيسيرا أو كل فرفالت فيدا أو كذا إين. نعم تكون مع الله ولا تبالي بأحد. يبات مت الله عز وجل أن يسخين تخين أن بختم دخين دي ديز تيخفا. كل فرقة من الفرق الضالة. ألت خروب فان أمر دوالا دخروبيرينا. تتبع شخص إنسان. فولخ إن برسون. غير معصوم. دي نيت فراي دي نيت يعني دي نيت فراي اس فان زوند نعم الا اهل السنه والجماعه اسال الله يجعلنا وياكم منهم يتبعون المعصوم محمد عليه الصلاه والسلام اهل السنه والجماعه زي فول خد البروفيت اسلام دي فراي اس فان وفايلبر نعم هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجد هذه الفرق؟ بس إن التايت فن البروفيسور من سبراكا فن ديزا خروبيرينا إذا لماذا ننتسب لهذه الفرق؟ بارم دينا بارم سخيف بايدا انصر على الخروبيرين فن أمر ديزا خروبيرينا إذا لابد أن نكون كما كان الصحابة والسلف الصالح رضو الله عليهم هذا هو تحقيق التوحيد بس كومبليتير فن التوحيد ان فار ماك ادر فن زيتم إلى الفوخة فن المدخ زيلا اندي دارنا كوان نعم نحقق التوحيد بالاعتقاد ذا ماكر دفار متونس هارتس عند أوفر تاوخين وباللسان تحقق التوحيد ان ميت الطوم وبالعمل والله أعلم ان ميت السيو هندلين